السلام عليكم. إسرائيل دقت ساعة الصفر لاجتياح وغزو قطاع غزة، وهذا الأمر ذكرته مصادر مهمة للغاية مثل أوسن ديفندر التي نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله بأن إسرائيل اتخذت قرارا للقيام بغزو قطاع غزة بالكامل خلال 48 ساعة وال72 ساعة القادمة. وور مابر أيضا أكدت هذه المعلومة، وطبعا هذه المعلومات هي تأتي بعدما أعلنت إسرائيل يوم أمس بأنها في حالة حرب ضد حركة حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي وكل هذه الأطراف التي قامت بهذه العمليات الكبيرة باتجاه إسرائيل. ورأينا أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد تحدث وكان واضحا بقوله بأنهم سيفعلون بحماس أشياء سيتذكرها العالم للخمسين عاما القادمة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن كانت هنالك تصريحات قادمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الذي قال ما ستشهده حماس يكون صعبا ومرعبا، سنقلب كل صخرة. لاحظ التعابير التي تستخدمها هنا إسرائيل، لا بل أن أوسن ديفندر كذلك كشفت بأن خلال الاتصال الذي جرى بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، نتنياهو أبلغ بايدن بأن ليست هنالك الكثير من الخيارات للتعاطي مع ما جرى، وليس أمامنا إلا القيام بغزو واجتياح لقطاع غزة بعد كل ما جرى وبعد كل الأمور التي جرت من قبل هذه الفصائل الفلسطينية. وهذا كله سيأتي من ضمن إطار العملية التي بدأتها إسرائيل، ألا وهي وتأتي تحت اسم السيوف الحديدية. واحدة من أكبر العلامات على طبيعة العملية كبيرة متوقعة لإسرائيل إلى العمق وعمق قطاع غزة هي نقل الإسرائيليين للمواطنين الإسرائيليين المدنيين من البلدات القريبة من غزة التي تأتي من ضمن غلاف غزة، نقلوهم بالحافلات بهذه الطريقة. وهذه واحدة من الإشارات الخطيرة على طبيعة ما تنويه إسرائيل تجاه قطاع غزة. كذلك أيضا في نفس الوقت بأن الجانب الإسرائيلي قام باستدعاء الاحتياط بالكامل، استدعوا تقريبا 300 ألف عنصر من جيش الدفاع الإسرائيلي و100 ألف من هؤلاء العناصر يتواجدون إلى جنوب غزة. طبعا هذه هي غزة التي ترونها هنا، هنا البلدات الإسرائيلية وهذا هو البحر المتوسط، وبالتالي تحشيدات كبيرة من الجانب الإسرائيلي بدأت تأتي حول غزة بهذا الشكل الذي ترونه الآن. بالإضافة إلى ذلك لأنهم طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية تزويدهم بصواريخ ذكية وأيضا بصواريخ لمنظومة القبة الحديدية، مما يوضح بأنهم يستعدون للقيام بشيء كبير سيستفز طبعا وسيدفع الفصائل الفلسطينية للقيام بعمليات قصف أكبر. وبالتالي هم يريدون الاستعداد، أبعدوا المدنيين، يريدون تهيئة المنظومات الدفاعية الخاصة بهم، وبدأوا يحشدون باتجاه قطاع غزة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ليس هذا فحسب، بل أنهم أطبقوا الحصار تماما على قطاع غزة الذي قاموا به بأنهم قطعوا التيار الكهربائي على القطاع الآن بالكامل، بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم قطعوا الغذاء أيضا بالكامل وقطعوا الوقود. وهذه المنطقة وهذا القطاع الآن محاصر بشكل كبير من جانب ومن الجانب الإسرائيلي، ولكن لا زالت لديهم عدة مشاكل قادمة من الفصائل الفلسطينية التي تقوم بعملية اقتحامات في عدد من النقاط. الآن تقوم بعمليات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي على سبيل المثال باتجاه كيم عبر البحر المتوسط بطريقة اعتدناها في السابق، تظهر بهذه الطريقة. بعض الأنباء تحدثت بأن هنالك عملية تسلل من الفصائل الفلسطينية باتجاه أيضا مدينة صوفا، ولكن ليس واضحا ما الذي تحقق من الفصائل الفلسطينية. بشكل عام إسرائيل تمكنت من دفع الفصائل الفلسطينية الآن إلى داخل قطاع غزة، بالتالي هم بحاجة إلى ضبط الوضع أساسا في هذه المنطقة بداية للقيام بهذا الهجوم، وأن يضبطوا الأمن، يضبطوا الحدود تماما على هذه المنطقة وأمن البلدات الخاصة بهم، ويتأكدون من عملية انسحاب الفصائل الفلسطينية إلى الداخل، ومن ثم البدء بالعملية الاقتحام البري. والآن جزء من العملية البرية بدأ يظهر من خلال أو التهيئة للعملية البرية بدأت تظهر من خلال عمليات القصف الكبيرة التي بدأنا نشهدها الآن على الداخل الموجود في غزة. ضربات عنيفة وكبيرة للغاية تضرب جميع أنحاء غزة بشكل كبير، يضربون طبعا القدرات العسكرية، القدرات الحكومية لحماس ولحركة الجهاد الإسلامي. لا بل إن التقارير أكدت بأن إسرائيل بدأت باستخدام
قنبلة مخترق القبو البنكر باستر المختصة في عملية ضرب المواقع التي طبعا تقع تحت الأرض، الأنفاق الخاصة بحماس بدأوا يستخدمونها بشكل عنيف في هذه المناطق، وهنالك خسائر كبيرة جدا بسبب طبعا هذه الضربات. بالإضافة إلى ذلك إن هيئة الإذاعة الإسرائيلية أكدت قبل قليل في خبر عاجل بأن إسرائيل ستستمر بعمليات القصف والضرب بهذا الشكل حتى وإن كان هنالك أسرى إسرائيليين موجودين في الداخل، بالتالي لا توقف أبدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وبعد عمليات القصف طبعا وبعد تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة كما تحدثنا، سنتوقع أن يكون هنالك هجوما من الجانب الإسرائيلي على المدن الفلسطينية أو على المدن الموجودة في قطاع غزة. هنا السؤال، كيف من الممكن لإسرائيل وما الذي ممكن أن نتوقعه من الجانب الإسرائيلي في هذا الهجوم؟ ما الذي نتوقعه طبعا بأنهم سيقومون بالاقتحام والهجوم عن طريق المدرعات الخاصة بهم من عدد من المحاور، وبأن أهم المدن التي ممكن أن تبحث عن استهدافها بالنسبة لي طبعا القوات الإسرائيلية هي أنها من الممكن أن تهاجم مدينة غزة وكذلك أن تهاجم منطقة أخرى ألا وهي خان يونس هنا، وكذلك أيضا من الممكن أن تهاجم منطقة أخرى هنا بهذا الاتجاه باتجاه طبعا رفح، وكذلك هنالك منطقة أخرى هنا في الوسط من الممكن أيضا أن تهاجمها بهذه المنطقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وبالتالي هنالك عدد من النقاط التي من الممكن أن تهاجمها. والفكرة الأساسية بأنها ستبحث عن عملية تقطيع أوصال الفصائل الفلسطينية، ستقطع أوصالهم وتستهدف الطرق المرتبطة بغزة بالمدن الجنوبية وصولا طبعا إلى خان يونس وكذلك وصولا أيضا إلى هذه المنطقة الأخرى ألا وهي باتجاه رفح والتي تأتي قريبة أيضا من الحدود مع جمهورية مصر العربية. بالتالي الجانب الإسرائيلي هنا سيكون واحدة من أهدافه في هذا الهجوم البري بعد عمليات القصف وكل الأمور التي تحدثنا عنها، سيهاجمون غزة من الشرق وكذلك من الشمال بهذا الاتجاه، وأيضا سيهاجمون هذا الطريق الذي هو رابط بين مدينة غزة وبين هذه المدينة الوسطية أو المناطق الوسطية الموجودة، وبالتالي سيقومون بقطع الطريق هنا الرابط بين مدينة غزة والمدن الجنوبية، وبالتالي يقومون بعزل مدينة غزة هنا مع مهاجمة هذه المدن والبدء بعملية محاصرتها من مهاجمة أيضا الطرق. أنت تهاجم الطريق الرابط هنا بين مدينة ومدينة باتجاه خان يونس على سبيل المثال، أنت أيضا لا تقطع فقط الاتصال وتقطع الأوصال لا أبدا، وإنما أيضا أنت تحاصر هذه المدينة، تضع ضغط على خان يونس وعلى المدن المتواجدة هنا في الوسط، وبالتالي أيضا تهاجم في نفس الوقت أيضا خان يونس طبعا بشكل مباشر، وتهاجم هذا الطريق الرابط برفح، وأيضا تهاجم رفح هنا بهذا الاتجاه وتسير بعدد من الاتجاهات، وبالتالي هم سيقومون بعملية محاصرة هذا، وقد يكون السيناريو المتوقع في محاصرة هذه المدن وأهم مدينة في عملية الهجوم الإسرائيلي والاقتحام الإسرائيلي، لكي يعلنوا بأن هنالك انتصار تحقق بالنسبة لهم، خاصة وأنهم خسروا كما نتحدث الآن. الأنباء تحدثت بأن هنالك أكثر من 1100 إسرائيلي قد قتلوا بسبب العملية التي قامت بها حماس بمشاركة حركة الجهاد الإسلامي، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل هي بحاجة إلى ضرب المعنويات الفلسطينية وأن تقوم بعملية اقتحام غزة والسيطرة على غزة بأكملها، وهذا هو الذي سيعتبر ضربة معنوية كبيرة لكل النشوة التي دخلت بها الفصائل الفلسطينية في قيامها بهذه العملية، وبالتالي هذه ستضرب كل المعنويات وستغير الوضع تماما بالنسبة لكل ما يجري في غزة، وهذا أيضا هو الذي سيفتح الباب طبعا إلى التقدم إلى المدن الأخرى للسيطرة عليها بعد محاصرتها وخنقها بالكامل من الجانب الإسرائيلي. بالتالي هذا هو السيناريو المتوقع من الجانب الإسرائيلي للسيطرة على الوضع وإعلان شيء كبير، ويقلبون الطاولة تماما على هذه الحادثة التاريخية التي جرت أمامنا من قبل الفصائل الفلسطينية وتحديدا من جانب حماس بشكل رئيسي، لأنها قد غيرت التاريخ الآن، هي أكبر حادث حتى أكبر مما جرى في عام 1973 من ناحية عدد القتلى الإسرائيليين بكل تأكيد، وأكبر دليل على جدية العملية الإسرائيلية هنا البرية التي من الممكن جدا أن تكون بهذا الشكل هي التحشيدات الأمريكية الكبيرة التي تأتي
تأتي في البحر المتوسط. فالولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا كبيرا من قبل طبعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وزارة الدفاع الأمريكية هي التي أعلنت بهذا البيان الرسمي بهذا الشكل مع مقر القيادة المركزية الأمريكية الوسطى التي أعلنت بشكل كبير عن أنها قامت بنشر USS جيرالد فورد الأمريكية حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة التي ترونها هنا والتي ظهرت طبعا في الأقمار الصناعية وهي تتجه بسرعة كبيرة باتجاه البحر المتوسط أي على السواحل الإسرائيلية وسواحل قطاع غزة، وأن هنالك 9 مدمرات أمريكية تضاف إلى جيرالد فورد قد تحشدت طبعا في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم اتخذوا قرارا بتعزيز طائرات F-15 الأمريكية، ضافوا من 20 إلى 25 طائرة من طائرات F-15 في المنطقة وفي منطقة الشرق الأوسط، وأيضا عززوا طائرات F-16 الأمريكية وحتى طائرات A-10 Warthog المتخصصة في الأهداف الأرضية وفي الأهداف طبعا التي تأتي أيضا تحت الأرض، طائرة خطيرة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة بايدن هذه المرة لن تقف ضد إسرائيل فيما تخطط له إسرائيل أبدا، بل إنها داعمة بشكل كبير لهذه العملية الإسرائيلية المتوقعة في الساعات القادمة باتجاه قطاع غزة. والسبب أن هنالك بحسب موقع أكسيوس وكما أكد صباح هذا اليوم بأن هنالك 9 مواطنين أمريكيين قتلوا أثناء العمليات التي قامت بها حماس، وهذا أمر أيضا أكده جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي أكد نفس المعلومة تماما، هنالك أمريكيين هنالك من دول أخرى قد قتلوا، وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه أيضا مسألة مهمة للغاية. لكن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة أيضا هو يأتي بسبب الدخول الإيراني المباشر في هذه العملية، واتضح بتفاصيل خطيرة استخبارية نشرت على الوول ستريت جورنال، أكدت عن طريق مسؤولين أن هنالك عن طريق مصادر استخبارية بأن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس يوم السبت على إسرائيل، وبأن أيضا أضافت هذه الصحيفة ولنقرأ ما الذي ذكرته هذه الصحيفة، المسؤولون الأمنيون الإيرانيون أعطوا الضوء الأخضر للهجوم على إسرائيل في اجتماع عقد في بيروت يوم الاثنين الماضي. بل إنها أضافت أيضا بأن كل الخطة والترتيب الذي رأيناها الكبير من قبل الفصائل الفلسطينية على العمق الإسرائيلي هي تم الترتيب لها والتخطيط لها منذ شهر أغسطس من هذا العام، أي من قبل شهرين هم يخططون لهذا اليوم وحققوا هذا الهجوم بكل تأكيد. وفي نفس الوقت أيضا بأن التيرور ألارم تحدثت بهذا الشكل وقالت بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الآن هو موجود في لبنان في ظل دخول من حزب الله اللبناني أيضا على خط هذه المعارك، وكلام عن تسلل المسلحين من حزب الله اللبناني من لبنان باتجاه إسرائيل، وبالتالي هنالك جبهة جديدة تشتعل في هذه المنطقة. وأيضا The Spectator Index أكدت بأن التهديدات الإيرانية واضحة جدا وبأن التهديدات بأن هنالك دول عديدة ستدخل في هذه المعركة، دول التي تتواجد فيها الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وبأن إن كان هنالك هجوما وتصعيدا تجاه غزة فإن هنالك دول ستكون مثل لبنان طبعا المتدخلة الآن بشكل واضح عن طريق حزب الله اللبناني، اليمن عن طريق الحوثيين، وكذلك العراق صدق أو لا تصدق بدأت التهديدات من الفصائل الموالية لإيران تهدد أيضا، ولكن تهديدها يأتي بطريقة مختلفة وأخطر بالنسبة للجانب الأمريكي. فالجانب الأمريكي هو لا يأتي كما تحدثنا تحشيداته بهذا الاتجاه من أجل على سبيل المثال المشاركة في الهجوم على حركة حماس، لا أبدا، بل هي لحماية إسرائيل أساسا أثناء العمليات التي تقوم بها باتجاه غزة من أي هجوم خارجي من الممكن أن تتعرض له إسرائيل بأي شكل من الأشكال، على سبيل المثال إن كان هنالك هجوما قادما من إيران على سبيل المثال، أو حتى من الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا، أو صعد حزب الله بشكل أكبر اللبناني، أو حتى كان هنالك هجوما من الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالطائرات المسيرة على سبيل المثال باتجاه إسرائيل. لكن الفصائل الموالية لإيران الموجودة في العراق بدأت تهدد الآن التواجد الأمريكي في عدد من البيانات التي صدرت من قبل الفصائل طبعا المسلحة الموالية لإيران، بدأوا يقولون بأن كان هنالك ضغط من الإسرائيليين على الفصائل الفلسطينية فبالنسبة لنا ببساطة سنقوم باستهداف القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بشكل عام، يعني
أن مستشاري التحالف الدولي في العراق وفي سوريا سيكونون تحت ضغط الفصائل المسلحة، وبالتالي يحققون أمرا مهما يبحثون عنه وتبحث عنه تحديدا روسيا وتبحث عنه تحديدا إيران، ألا وهو محاولة الضغط على الولايات المتحدة لكي تخرج من المنطقة. وطبعا الولايات المتحدة تواجدت بهذه القوة في المياه لردع كل ما ممكن أن يأتي ولتكون مستعدة لساعة الصفر إن دقت ساعة الصفر من قبل الفصائل واشتعلت المنطقة بأكملها. وطبعا هذا الأمر جعل إيران أن تدخل بإنذار كبير للغاية، وطلبت اجتماعا طبعا لمنظمة التعاون الإسلامية، قاموا بعملية إطلاق لقاءات واجتماعات أمنية مهمة للغاية حول ما يجري باتجاه حماس، وبالتالي أيضا إيران دخلت في الإنذار لأنها الآن متهمة بشكل مباشر بما يجري وبأن هنالك تحشيدات أمريكية تحاول التصدي لأي شيء يكون قادم منها ويحاولون إحباط المخطط الذي تعمل عليه. فعلا ظروف متغيرة كبيرة للغاية غير متوقعة الآن تجري في ظل هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكبير